محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه وسار على الدرب إلى يوم لقاء الله وبعده. فهذا هو المجلس بإذن الله الأخير، لأن هذا هو الاثنين الأخير في شهر رمضان الفضيل، فابكوا على توديعه، وأسألوا الله أن يجعلكم فيه من المقبولين. وصيامكم يصعد إلى رب العالمين. وصلنا الماء فيني ولدي. حتى الكاب يا ولد، الكاب بتاع الشيخ. وصلنا فين يا ولاد؟ السلام. السلام. طيب خلاص، انا باب السلام. الله، في باب في الكعبه اسمه باب السلام، وعدنا الله واياكم زيارتها والدخول من باب السلام الى بيت الله الحرام. الباب التاسع عشر، باب السلام. وقبل أن أقرأ الكتاب أقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فترى أن آيات سورة الحج ذكرت عدة أسماء حسنى لله عز وجل، وكان من بينها السلام. هذا هو الذي جعل شيخنا قائلا: السلام اسم من أسماء الله تعالى أودعه خلقه ليستعملوا معناه في معاملته ومعاشرة خلقه. فإذا أردت السلامة، الله الله، فليسلم منك صديقك، وارحم من لا يرحم نفسه، فإن الخلق بين فتن ومحن، إما مبتلا بالنعمة ليظهر شكره، وإما مبتلا بالشدة ليظهر صبره. قال الله تعالى آيات في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. تأتي الآية وتقول: كلا، إعراض عن فهمكم يا بشر. فليس إغناء الله للعبد دليلا على حبه لمن أغناه، وليس إفقار الله لعبده دليلاً على كرهه إياه، إنما هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. وقال في آية أخرى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وانظر إلى التعبير: صبار، فعال، صيغة مبالغة، يعني كثير الصبر، يعني محن الله وإحن الله وابتلاءات الله تحتاج إلى صبر كثير. وفي المقابل نعم الله تحتاج إلى شكر كبير، وإلا كان الإنسان لنعم ربه كفورا. فيقول ربي أهانا، كلا، فالكرامة في طاعته والهوان في معصيته، ومن ركب الهوى أهواه الله. إن عندكم أهانه الله، أنا أقول: ومن ركب الهوى أهواه الله. أهواه الله أي في النار.
ومن ركب الهوى أهانه الله. وأزيد تاليا قول الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وأزيد آيات في سورة الزمر: ومن يضلل الله فما له من هاد. وفي سورة الجاسية: فمن يهديه من بعد الله. أولها: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. الباب 20 باب الدعاء. سيدنا الشيخ يقول لمستمعيه ولطلابه ومريديه: احفظوا آداب الدعاء، ويا من تدعو انظر من الذي تدعوه وكيف تدعو ولماذا تدعو ولماذا تسأل. والدعاء استجابة، استجابة الكل منك للحق، وإن لم تأت بشرط الدعاء فلا تشترط الإجابة. الله. والدعاء استجابة، استجابة الكل منك للحق. يا سلام. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. آيات الصيام في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ثم قال ربنا: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. هذا معنى والدعاء استجابة الكل منك للحق، يعني إن أردت أن تدعو الله فلتؤدي حق الله عليك، فلتستجب لله بالانقياد لأوامره وبفعل أوامره والانتهاء عن نواهيه. فإن حققت قوله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، فاضمن وتيقن إجابة الله لدعائك. وقديما قرأت في تفسير القرطبي الإمام أبي عبد الله، له كتاب ممتاز في التفسير اسمه تفسير، اسمه الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله القرطبي. جاء عند تفسير قوله تعالى في سورة النساء: واسألوا الله من فضله. الله. واسألوا الله. ماذا قال سيدنا الشيخ أبي عبد الله القرطبي أو أبو عبد الله القرطبي؟ قال: إن الله ما أمرك بالسؤال إلا ليجيبك. إن الله ما أمرك بالسؤال إلا ليجيبك. وأظن الأبيات الشعر: يا ولدي لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ولذلك لن نسألك شيئا عشان ما تغضبش منه، هنعفها عشان ندنينا بعزة وكرامة. وبعدين أنت مأمور بأن تسأل الله كل شيء، صغر هذا الشيء أو كبر. ودل على ذلك حديث وارد عن سيد النبي عليه الصلاة والسلام: ليسأل أحدكم ربه حتى شثع نعله، حتى الرباط، الخيط اللي أنت بتربط به الحذاء. سأله الله عز وجل: ليسأل أحدكم ربه حتى شثع نعله. وإن لم تأتي بشرط الدعاء، إيه بقى شرط الدعاء؟ كثيرة، لكن أهمها لما سيدنا الصحابي سعد بن أبي وقاص طلب من سيدنا النبي أن يدعو الله له أن يكون مجاب الدعوة، فسيدنا النبي ما دعاش
الرب لسيدنا سعد، ولكن قال له: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فالشرط اللي يحظى بنصيب الأسد من بين شروط الدعاء أن يكون مطعم الداعي من حلال، إنما إذا كان في حرام أو شبهة فإن الله لا يستجيب له. وقديما قرأت: إن العبد ليقذف باللقمة الحرام في جوفه فما تقبل منه عبادة 40 يوما. يا إن العبد ليقذف باللقمة الحرام في جوفه ما تقبل منه عبادة 40 يوما. أيضا قال الله عز وجل آمرا الرسل بالأكل من الحلال في سورة المؤمنون: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وهناك ملحظ في الآية المباركة حيث قدمت الأكل من الطيبات على العمل الصالح، فمن لم يأكل طيبا ويطعم حلالا طيبا ويعمل صالحا لا يقبل عمله الصالح. نفيدت إن الآية قدمت الأمر بالأكل من الطيبات على الأكل على العمل الصالحات. أيضا في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ولذلك ورد حديث عن سيدنا النبي يقول فيه: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وراح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمر الله للمرسلين، الآية اللي تلوناها: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وذكر أمر الله للمؤمنين بالأكل من الطيبات: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وحينئذ إذا رزقتم حلالا وكان رزقكم حلالا فاشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. هذه كلام سيدنا الشيخ: وإن لم يأتي بشرط الدعاء أو وإن لم تأتي بشرط الدعاء فلا تشترط على ربك الإجابة. قال مالك بن دينار: أنتم تستبطئون المطر وأنا أستبطئ الحجر. الله الله، ولو لم يأمر الله سبحانه بالدعاء لوجب علينا أن ندعوه، ولو لم يشترط لنا الإجابة لكنا إذا أخلصنا له الدعاء تفضل بالإجابة، فكيف وقد ضمن ذلك لمن أتى بشرط الدعاء؟ قال الله تعالى: قل في سورة الفرقان، آخر سورة الفرقان: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وقال تعالى الآيات اللي احنا تلوناها: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وسئل أبو يزيد البسطامي عن اسم الله الأعظم فقال: فرغ قلبك من غيره وادعه بأي أسمائه شئت. لأن الاسم الأعظم يا ولدي في حديث عن سيدنا النبي: إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فواحد راح يسأل سيدنا أبو اليزيد البسطام: إيه اسم الله الأعظم من أجل أن نسأل الله به؟ لأنه ورد في الحديث: إذا سألنا الله باسمه الأعظم أعطانا، وإذا دعونا الله باسمه الأعظم أجابنا. فسيدنا أبو يزيد البسطامي لم يدله مباشرة على اسم الله الأعظم، وإنما دله على ما هو أعظم من ذلك، فقال: فرغ الله قلبك من غيره، يعني ما تخليش قلبك، ليس لأحد مكان في قلبك إلا الله، لا محلك في المسكي ولا البضاعة اللي في المحل ولا الدينارات اللي تاخدها من المحل وعايش 24 ساعة تفكر هنبيع بكام ونربح بكام ونشتري بكام. يبقى الكلام ده ما ينفعش معانا،
إنما اللي ينفع معاك الله، الله في الـ24 ساعة، منشغل بطاعته، منشغل بذكره، منشغل بشكره، منشغل بقراءة قرآنه، منشغل بأداء صلواته، وما يمنعش إنك تنشغل بعملك بالإضافة إلى انشغالك بما ذكرت. فإذا كنت كذلك لا تنشغل إلا بربك، واطلع الله على قلبك لم يجد أحداً احتل في قلبك مكاناً إلا هو، فبأي اسم، اسم الملك تدعوه يستجيب لك، القدوس تدعوه يستجيب لك، السلام تدعوه يستجيب لك، اسم الله الأعظم تدعوه يستجيب لك. ده معنى كلام وجواب سيدنا أبو يزيد البسطامي لما سئل عن اسم الله الأعظم، فقال: فرغ قلبك من غيره وادعه بأي اسم، وادعه بأي أسمائه شئت. وقال يحيى بن معاذ: اطلب صاحب الاسم، اطلب صاحب الاسم، ما تدورش على الاسم، دور على المسمى، على المسمى. هل أديت حق المسمى؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم ده حديث صحيح، لا أنت كل اتنين كده يا ولدي، لا يستجيب الله الدعاء من قلب لاهن. تبص الناس هم في التهجد أو في القيام، الإمام بيدعو آمين آمين آمين، ولا ده اسمه كلام، دي اسمها عبادة يا ولا. آمين، وعيناك تزرفان الدمعة وقلبك يزرف الدمعة قبل عينيك، إنما آمين وانت عمال آمين آمين. يا سلام، لا لا لا، لا يستجيب الله الدعاء من قلب غافل لاهن نائم. فإذا أخلصت فأبشر بإحدى ثلاث. سيدنا الشيخ الغزالي أتى بمعنى حديث سيدنا النبي اللي بيوضح إن صور استجابة الدعاء ثلاثة صور: إما أن يستجيب الله لك بما دعوت، وإما ألا يستجيب الله لك بما دعوت وإنما يصرف عنك من السوء بمثل ما دعوت، وإما ألا يستجيب لا بما دعوت ولا بغير ما دعوت، وإنما يدخر الإجابة لتكون ذخرا لك عند لقائه عز وجل. ده وارد في معنى حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخلصت فأبشر بإحدى ثلاث: إما أن يعجل لك ما سألت، وإما أن يدخر لك ما هو أعظم منه، وإما أن يصرف عنك من البلاء ما لو صبه عليك لهلكت. وادع دعاء مستجد لا دعاء مشير. روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال، سالحديث في مقال يا أولاد، قال الله تبارك وتعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يعني عايز أقول لك، أنت بدل ما كل شوية تشغل لسانك بالدعاء، لا، اشغل لسانك بالذكر، والله أعلم بما أنت في حاجة إليه، فيحققه لك دون دعاء منك، لأنه يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى من السر. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، لأن السائل بيختصر على ما طلب، أما إذا فوضت الأمر إلى الله فيحقق لك ما طلبت وما لم تطلب وما أنت في حاجة إليه. وقال أبو الحسين الوراق: دعوت الله مرة فاستجاب دعائي فنسيت الحاجة. فاحفظ حق الله عز وجل عليك في الدعاء، ولا تشتغل بحظك
فإنه أعلم بمصلحتك. معنى ما ذكرت أن أنت بتختصر على دعاء الله على ناحية واحدة أو على طلب واحد فيحققه الله لك، أما لو شغلت نفسك وقلبك بذكر ربك وبالثناء على خالقك فالله يحقق لك ما دعوت به وما لم تدع به، لأنه كما قلت أعلم بما أنت في حاجة إليه. هات لنا الله باب الصوم. يا رب تقبل منا الصوم يا رب. باب الصوم: فإذا صمت فانوي بصومك كف النفس عن الشهوات. مش تحرم نفسك شهواتها وبطنك شهواتها وجوارحك منطلقة في أعراض الناس وفي معاصي الله عز وجل، ليس هذا بصيام. سيدنا النبي قال بعد ما صلوا عليه: من لم يدع قول الزور قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وسيدنا النبي قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فإذا صمت فانوي بصومك كف النفس عن الشهوات، فإن الصوم فناء مراد النفس وفيه صفاء القلب وضمارة الجوارح. يعني الجوارح تضمر، تضمر يعني تنحل يعني تضعف، والتنبيه على الإحسان إلى الفقراء. ده كلها معاني مستنبطة من الصوم. والالتجاء إلى الله والشكر على ما تفضل به من النعم وتخفيف الحساب، ومنة الله في توفيقك للصوم أعظم من أن تقوم بشكرها، ومن صومك ألا تطلب منه عوضاً. يا سلام، زي ما قال سيدنا النبي: من صام رمضان إيماناً واحتساباً. لا يا ربي أدخلني بسبب صوم الجنة، يا ربي اجعلني من أصحاب اليمين بسبب صومي. لا، أنت صوم واحتسابا، ولا تطلب من الله العوض، والله يعوضك ويثيبك ويؤجرك وإن لم تدعوه طالما اطلع عليك فوجد صومك احتسابا خالصا لله وليس اشتراطاً على الله عز وجل. باب الصوم. يلا باب الزكاة: وعن كل جزء من أجزائك. في زكاة مادية وزكاة معنوية يا ولان. بدأ شيخنا في حديثه عن الزكاة بالزكاة المعنوية، وأما الزكاة المادية اللي هي زكاة المال، وفي الرقة ربع العشر، وبصرف الإبل خمس في كل خمس شاة، وفي كل عشر نشاتان، للزكاة المالية المادية. إنما في زكاة تانية يغفل الناس عنها، بدأ بها سيدنا الشيخ في افتتاحه بباب الزكاة الباب 22، قال: وعن كل جزء من أجزائك زكاة. انتوا عارفين الحديث بتاع سيدنا النبي: يصبح على أحدكم أو على كل سلامة أحدكم صدقة. وعد السلامة يعني المفاصل والأعضاء 360، فأنت عليك كل يوم 360 صدقة لله عز وجل. الطريق سهل جدا وبسطه سيدنا النبي ويسره وهونه وخففه، وقال: يجزئك عن ذلك ركعتي الضحى، في معنى حديث وارد عن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسمعون؟ طيب يا سيدي: وعن كل جزء من أجزائك زكاة واجبة لله تعالى، فزكاة القلب
الله التفكر في عظمة الله وحكمته وقدرته وحجته ونعمته ورحمته، وزكاة العين النظر بالعبرة، والغض عن الشهوة، وزكاة الأذن الاستماع إلى ما فيه نجاتك. أنت الآن بتؤدي زكاة الأذن لما بتسمع كلمتين العلم، أو تسمع آيتين قرآن، أو تسمع حديث عن سيدنا النبي، بتؤدي زكاة أذنك. لما بتغض طرفك وبتحقق قوله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم فالغاض لبصره، أدى زكاة عينه. وزكاة العين النظر بالعبرة، والغض عن الشهوة، وزكاة الأذن الاستماع إلى ما فيه نجاتك، وزكاة اللسان النطق بما يقر. وزكاة اللسان النطق بما يقربك إليه، وزكاة أهل يد القبض عن الشر والبسط إلى الخير. بدل ما تمد إيدك أنت يا ولد، بدل ما تدي الواد ده في وشه، لا ادي حاجة. بدل ما تمد إيدك بالشر، مد إيدك بالخير. وزكاة اليد القبض عن الشر والبسط إلى الخير. وزكاة الرجل، اوعى تقراه وزكاة الرجل يا ولد، اوعى تقراه وزكاة الرجل، لأن حروفها زي حروف الرجل، لا، اللي بيفرق بينهما الضبط. وزكاة الرجل السعي إلى ما فيه صلاح قلبك وسلامة دينك. باب الحج. إيه يا سيدي؟ والمريد إذا حج يعقد النية خوف الرد، واستعد استعداد من لا يرجو الإياب، الرجوع يعني إلى بلده، وأحسن الصحبة، وتجرد عند الإحرام، في إحرام زي ما علمنا سيدنا الشيخ، إحرام ظاهري وإحرام باطني. الإحرام الظاهري أن ترتدي الإزار والرداء الأبيضين، ده الإحرام الإيه؟ الظاهري. إنما في إحرام باطني، أي عرفنا شيخنا هو، وتجرد عند الإحرام عن نفسه. في يسن عند الإحرام الاغتسال والطيب، الاغتسال برضو بالمية، واغتسال نوع تاني، واغتسل من ذنبه، ولبس ثوب الصدق والوفاء، ولبى موافقة للحق في إجابة دعوته، وأحرم في الحرم من كل شيء يبعده عن الله تعالى، وطاف بقلبه حول كرسي كرامته، وصفى ظاهرة وصفى ظاهرة. أنا بحذركم من الرجل والرجل، الشيخ هيقع فيما حذركم فيه. قالك وصفي، إيه صفي دي؟ صفية في واحد اسمها صفية؟ لا، وصفى ظاهره وباطنه عند الوقوف على الصفا، وهرول هربا من هواه. الله، من سنن الصفا الهرولة، هرول هربا من هواه، ولم إيه ولا يتمنى على الله تمني ما لا يحل له، واعترف بالخطأ، مش كده؟ بعرفة، وتقرب إلى الله بمزدلفة، ورمى الشهوات، بدل ما يرمي إبليس بالحجر الجمرات، لا، رمى الشهوات عند رمي الجمرات، وبدل ما يذبح هديه يذبح هواه، وذبح هواه، وحلق الذنوب، يا سلام، وزار البيت معظما صاحبه، واستلم الحجر رضا بقضائه، وودع ما دون الله في طواف الوداع. ما رأيكم في هذا الفكر الراقي لسيدنا الشيخ الغزالي؟ وودع ما دون الله في طواف الوداع. باب السلامة. واطلب السلامة
فليت من طلبها وجدها، فكيف لمن تعرض للبلاء؟ والسلامة قد عزت في هذا الزمان وهي في الخمول. الخمول يعني مش معناها الكسل، لا، يعني اخمل ذكرك، لا تعظم نفسك، لا ترى نفسك، لا لا لا، وهي في الخمول. فإن لم تكن في الخمول فالعزلة، وليست كالخمول فإن لم تكن عزلة فالصمت، وليس كالعزلة فإن لم تكن في صمت فالكلام بما ينفع ولا يضر، وليس كالصمت وإن أردت السلامة فلا تنازع الأضداد ولا تنافس الأشكال. كل من قال أنا فقل أنت، وكل من قال لي فقل لك. والسلامة في زوال العرف، وزوال العرف في فقد الإرادة، وفقد الإرادة في ترك دعوى العلم فيما استأثر الله به من تدبير أمرك. قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. باب العزلة. صاحب العزلة يعني تعتزل الناس، هنشوف. صاحب العزلة يحتاج إلى 10 أشياء: علم الحق والباطل، والزهد، واختيار الشدة، واغتنام الخلوة والسلامة، والنظر في العواقب، وأن يرى غيره أفضل منه، ويعزل عن الناس شره، ولا يفتر عن العمل، فإن الفراغ بلاء، ولا يعجب بما هو فيه، ويخلو بينه من الفضول، والفضول ما فضل عن يومك لأهل الإرادة، وما فضل عن وقتك لأهل المعرفة، ويقطع ما يقطعه عن الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان: كن جليس بيتك. ايش كده عندك هنا؟ حلسة. حلسة، كن حلس بيتك. خلي بالك، كن حلس بيتك. وأنا فسرتها معنى كن حلس بيتك يعني جليس بيتك. إلزم بيتك عند فساد الناس، واعتزل الناس. وقال عيسى بن مريم عليه السلام: أملك لسانك. والأيوة اللي خلاني فسرتها حلس بيتك يعني إلزم أو إمسك بيتك، أو اجلس بيتك، كن جليس بيتك. لما سيدنا عيسى يقول عليه السلام: أملك لسانك وليسعك بيتك، وانزل نفسك منزلة السبع الضاري والنار المحرقة. انظر إلى نفسك هذا عن عدو لك. وقد يا سيدي كان الناس ورقا بلا شوك، فصاروا شوكا بلا ورق، وكانوا دواء يستشفى بهم. ده الناس أيام زمان يا ستار. فصاروا داء لا دواء له. سلم يا رب. ده عشان بيحببك إلى العزلة عند فساد الزمان وعند فساد الناس. كان الناس ورقا بلا شوك، يعني ما فيش منهم ضرر أبدا، إنما الآن أصبحوا شوكا بلا ورق، أصبح منهم ضرر بلا نفع. وكانوا دواء يستشفى به، فصاروا داء لا دواء له. إذا كان الناس ده في زمن سيدنا الشيخ الغزالي، فما بالنا بزمان بأناس هذا الزمان. إذا كان سيدنا الشيخ بيصف الناس هذا الوصف في زمان، فما بالك بأناس زماننا. سلم يا رب. قيل لداود الطائي: ما لك لا تخالط الناس؟ فقال: كيف أخالط من يتبع عيوبي؟ كبير لا يعرف الحق يا ستار، وصغير لا يوقر. من استأنس بالله استوحش من غيره. وقال الفضيل: إن استطعت أن تكون في موضع لا تعرف ولا تعرف فافعل. وقال سليمان: همي من الدنيا أن ألبس عباءة
وأكون بقرية ليس فيها أحد يعرفني ولا غذاء لي ولا عشاء يا ستار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر وله أجر 50 منكم، وفي العزلة صيانة الجوارح وفراغ القلب وسقوط حقوق الخلق وإغلاق أبواب الدنيا وكسر أسلحة سيدنا الشغال سلاح، أنا بقول أسلحة الشيطان وعمارة الظاهر والباطن. لكن يبدو أن دي وجهة نظر لشيخنا، ويبقى وجهة نظر الأخرى الذي يتبناها غير شيخنا، الحكمة القائلة: من يخالط الناس ويصبر على أذاهم أولى من أن يعتزلهم. سمعتوا كلامي؟ الكلام اللي فات ده كلام طيب جدا، وهو يؤسر السلامة ويهرب من المشاكل. لا، ليس حل المشاكل الهروب منها، وإنما حل المشاكل الدخول فيها وعلاجها والصبر عليها. أدي معنى لأن تخالط الناس وتصبر على أذاهم أولى من اعتزالهم. هذا هو الذي جعلني مع احترامنا وتقديرنا وتوقيرنا ومعرفة حق شيخنا علينا، بأن اللي قاله واللي أوردوا عن الفضيل بن عياض وعن كثير اللي حببوا العزلة إلى أنفسهم، يبقى أن ذلك وجهة نظر لهؤلاء، ونعمت وجهة النظر هذه، لكني أرى أن وجهة النظر الأخرى أن تخوض غمار المشاكل، أن تخوض أضرار الخلطة بالناس لكي تكون لهم ناصحاً ومقللاً من أضرارهم، آمراً لهم بالمعروف ناهياً لهم عن المنكر، صابراً على أذاهم غير غاضب على ما يبدو منهم. فإن كنت كذلك فأنت أولى ممن هرب من مخالطة الناس واعتزلهم. الباب 26: باب العبادة. أقبل على أداء الفرائض، ها، فان سلم لك فرضك إن فعلت ذلك، فأنت أنت، واطلب بالنوافل حفظ الفرائض. وفي حديث عن سيدنا النبي: وكلما ازددت عبادة فازدد شكرا وخوفا. قال يحيى بن معاذ: عجبت لطالب فضيلة تارك فريضة، ومن كان عليه دين فأهدى إلى صاحب الدين مثل حقه، كان مطالبا بالحق إذا حل الأجل. وقال أبو بكر الوراق: ابذل في هذا الزمان 4 على 4. ها، بعدها يا ابن حسن مش واضح عندي. الفضائل على يا سلام، ابذل في هذا الزمان 4 على 4: الفضائل على الفرائض، والظاهر على الباطن، والخلق على النفس، والكلام على الفعل. ابذل في هذا الزمان 4 على 4: 1 الفضائل على الفرائض، والظاهر على الباطن، والخلق ولا الخلق، ها، والخلق مش كده، والخلق على النفس، والكلام على الفعل. يلا الباب 7: باب التفكر. تفكر في قوله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، واذكر كيف أحوالك، واعتبر بما مضى من الدنيا على ما تراه، هل أبقت على أحد، وما بقي منها أشبه بما مضى من الماء بالماء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من لم يبق من الدنيا إلا بلاء لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وقيل لنوح عليه السلام: كيف وجدت الدنيا يا أطول الأنبياء عمرا؟ قال: كبيت، الله، كبيت له بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر، والفكرة ها والفكرة إيه؟ والفكرة أبو كل خير، وهي مرآة تريك الحسنات والسيئات. هداني الله وإياكم جميعا أحسن اهتداء، وما كنا جميعا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولقد تشرفنا بهذه الرحلة النورانية الباطنية الأسرارية الغزالية التي قربتنا شيئا ما إلى رب العلية في شهر الصوم والصبر، فكان التوقيت مناسبا والزمن مواتيا لأن نقرأها ونحن صوم لله عز وجل، فهذا توفيق من الله يحتاج إلى شكر من الإنسان. ومهما ظل الإنسان طيلة عمره وكل سني حياته شاكرا لربه ما أدى لله حق شكره، ما قدر الله حق قدره، والله سميع عليم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. هداني الله وإياكم جميعا أحسن اهتداء، وما كنا جميعا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وبعد، فإني أحتاج كل واحد على انفراد، وإذا جاءني أحد فليعطني الكل ظهره ولا ينظر بعينه شذرا إلى من يكلم الشيخ ويكلمه الشيخ. وهذا أمر أهم من الدرس، إن شاء الله نختم به درسنا ونختم به لقاءنا معكم. وقبل أن يتم اللقاء مع الإخوة أخاً أخاً وطالباً طالباً وفرداً فرداً، نهدئ قلبنا ونهدئ روعنا ونطيب مجلسنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد نبينا. يلا، اللهم صلِّ. ها، على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما تبارك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وغفل عن ذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وكل عام وأنتم بخير، ومع لقاء آخر ومع كتاب آخر في زمن آخر. نسأل الله أن يكون الآخر كالأول، وأن يكون آخر يومنا في دنيانا خير أيامنا فيها، وأن يختم الله لنا ولكم بالخير.
وأن يثبتنا وإياكم بالقول